ما حكم مرتب من يعمل في شركات التأمين؟ المرتب حسب العمل الذي يقوم به الإنسان، فإذا كان العمل الذي يقوم به الإنسان مباحا فالراتب مباح، أما إذا كان العمل الذي يقوم به حرام فالراتب حرام. شركات التأمين مبنية على الربا وعلى الغرر وعلى الجهالة وعلى أكل أموال الناس بالباطل، فالعمل فيها لا يجوز. نعم.